حتى هذه الأرض تتصدع وتتشقق. مررت بالعديد من هذه الصدوع في حياتي، ولكن لم أتخيل أن لهذه الصدوع مغزى وفائدة. أيقنت اليوم أن لكل حركة وظاهرة من حولنا لها سبب وهدف، سواء علمنا أو جهلنا. صنع الله الذي أتقن كل شيء. في كل شيء قد تكامل صنعه، ذا محكم التنزيل خير بيان.